عواش مبروكه نتوما بالصحه والسلامه والرزيق والهنا علينا ولكم امه سيدنا محمد اجمعين والجلالات الملك الله ينصره ويحفظه ويخليه الناس يا ربي بركه. تريد كنخلط الفينو والفرس فينو الغليظ شويه والفرس وكنعجن وخليه يرتاح انت شتي قبيله معايا خليه يرتاح ثاني نعاود ثاني نخليه يرتاح ثاني ونعاود له ثاني نخليه يرتاح. الكليان ديالك ياخذ حاجه ممتازه دابا هما جاو الشرفه ديالك كيجيو كيوصيو ويمشيو وهو مرشاتهم شاتك كيجيكم تريد تبارك الله عمر عاد نعاود الطيب تبارك الله ويجي ويجبروا واجد ان شاء الله بجد الله. والجوده كاينه الجوده ولا ما كايناش؟ يا كان جيت على خلا جات على خلا عندي الكليانه ديالي كل دائما كتجي عندي ديما 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 جاي عندي كيستعمل الرفيسه كيتكل بالفيلالية كيتكل بالفرماج كيتكل بالزبيده باش ما عجبك تاكلو باش ما عجبك ولكن الخاتيمه ديالو هي الرفيسه والدجاج محمر الدجاج مقلي وزوق وزوق بالبيض وزوق باش ما عجبك بالكركاع معمر وزوق بالكراميس معمر بنات العصر دابا هاد الوقت واش مات هو مثلا كيعرفوا لهاد التريد ويصوبوا ويخدموا قليل 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 اللي معاه والديه بحال دابا انا بنتي واخا كتصوموا في الدار بحال هكا السلاله اللي عندها ما كتخدمك كتخدمو تقدر تصوب اما اللي ما هكا اللي ما عندهاش ما توريها ما كاينش انا راه طالعه ب 10 سنين وانا خدامه في هاد التريد هاد المين من هكا راك طرف الخبز اللهم لك الحمد ستورين والحمد لله عندي الوليدات كان كبلت وليداتي تبارك الله عندي الوليد في الجامعه عندي واحد الوليد كيقرا في الجامعه هذا العام التالي عندي فيه الجامعه دابا كندير له السوايع ديال الفرنس ديال لونجلي منو اللهم لك الحمد ليه الحمد. دير ابوني الفيس بريس وضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.